تحايا كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في برنامج رئيس التحرير. في هذا البرنامج سأتناول موضوع أنا أعتقد بأن يشغل بال الكثيرين، وهو ما بعد الأداء الباهر الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال. ما هي الانعكاسات على المغرب، ليس على المدى القريب ولكن على المدى البعيد، لأن الآن هناك تكهنات بشأن هذا الموضوع. قبل ذلك أود أن أشير إلى معلومة ربما لها دلالة، وهو المنتخب المغربي حسب تصنيف فيفا أصبح هو الأول على مستوى إفريقيا والعالم العربي، وهو رقم 11 على المستوى العالمي، علما بأنه كان يحتل مرتبة 22 قبل ذلك. هذه أيضا ستلعب دور إيجابي في هذا الصدد. مسألة أخرى فيما يتعلق بموضوع المنتخب المغربي، سأتطرق لمسألة تنظيم مونديال الأندية الفائزة بالبطولة في المغرب. هذا المونديال سيضم 7 منتخبات، 6 منتخبات كل منتخب يمثل قارة: أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، إفريقيا، آسيا، أوقانيسيا أي استراليا وما حولها، ثم منتخب البلد الذي سيحتضن هذا المونديال وهو المغرب بطبيعة الحال. إذن ستكون هناك 7 منتخبات. فيما يتعلق بتنظيم هذا المونديال هناك بعض الخلط. في الواقع هذا المونديال سبق أن نظم في المغرب في 2013 وفي 2014، يعني هذه ليست أول مرة. سمت مسألة تسترعي الانتباه، وهو أننا لم نقرأ لم نسمع مطلقا أن المغرب قدم طلب لاحتضان هذا المونديال. على أي حال أتحدث عن نفسي، لم أسمع ولم أقرأ شيئا في هذا الصدد، وهو ما يعني هذا يجعلنا نستنتج بأن فيفا بادرت ومنحت المغرب هذا التنظيم المونديال. ويجب أن نربط بين هذا الأمر وبين الإقصاء الذي كان ظالما في حق المنتخب المغربي. وعلى أي حال هذا لم يعد شيء يتداول في الكواليس، مسألة واضحة. الجامعة الملكية لكرة القدم احتجت رسميا لدى فيفا أنه لم يحتسب للمنتخب المغربي ضربتي جزاء. ففي هذه الحالة سأقول بمعلومة سبق لي أن أشرت إليها، وهي أنه أحد أعضاء الفيفا في اللجنة التنفيذية أتيحت لي التواصل معه، وعلمت منه بأنه في بطبيعة الحال كان تصريح ليس للنشر بتعيين المصدر، ولكن المعلومة تقول التالي: أن بعض الشركات وفي هذا الصدد بعض الشركات ضغطت على فيفا حتى يكون كل من المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية. لماذا؟ لأن المنتخب الأرجنتيني فيه أغلى لاعب، يمكن واحد من أغلى اللاعبين إذا لم يعني حتى نكون أكثر دقة، وهو ليونيل ميسي. والمنتخب الفرنسي فيه أيضا كيليان إمبابي، واللاعبان يلعبان كما نعرف في باريس سان جيرمان. فلماذا؟ لأن مسألة عندما نتكلم عن شركات ضغطت، لا ننسى أنه هذا نتحدث عن مليارات الدولارات، ليس ملايين الدولارات، مليارات الدولارات. فبالتالي عندما تتمنى، وهذه الكلمة التي استعملها مصدري، أنها تمنت على فيفا بأن يكون في المباراة النهائية هذان اللاعبان لاعتبارات طابع تجاري، ووردت أسماء بعض الشركات. على سبيل المثال كانت هناك كوكا كولا، كانت هناك فيزا، وكانت هناك أديداس. أريد أن أوضح شيء ربما ليس يعني متداول بين الناس. الشركات هذه سبق، وأنا كنت قد التقيت جوزيف بلاتر
عندما زار الولايات المتحدة الأمريكية في إطار رغبة كانت آنذاك الولايات المتحدة تنظيم كأس العالم، وكانت لي معه بعض الدردشة، ومن بعد كتبت هذا الأمر في 2010، يعني قبل تقريبا 12 سنة، كتبت بورتري على 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 بلاتر وعلى على الفساد داخل الفيفا، كأنه كانت هناك حتى متابعة، قرار سويسري بمتابعة بلاتر، ولكنه ماذا فعل؟ قال للسويسريين أنه الفيفا منظمة دولية، وإذا تابعتوني أو وصلت متابعتي بتهمة الفساد كمواطن سويسري، فأنا سأقترح نقل مقر الفيفا وأموال الفيفا إلى منطقة أخرى. وفي هذه الحالة ستكون يعني سويسرا فقدت ملايير من الدولارات التي مودعة في بنوكها. هذه الإشارة يعني ربما تفسر لنا، نفهم أن موضوع أن منظمة الفيفا وهي أغنى منظمة في العالم، هذه المنظمة يوجد فيها هذا الفساد. مسألة أخرى وهي في غاية الأهمية، شركات الإشهار أو الإعلانات على سبيل المثال تدخلت لتغيير قوانين كرة القدم، ليس فقط بتحديد من الذي يفوز أو من الذي يخسر. أديداس على سبيل المثال تدخلت حتى الفيفا تغير القانون الذي لا يحاسب اللاعب من الفرح يخلع القميص داخل الملعب، بل ضغطت من أجل أن توجه إنذار، يعني ورقة بطاقة صفراء للاعب الذي يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه علامة أديداس موجودة على قمصان اللاعبين، وبالتالي يفترض بأن في لحظة النشوة والفرح التي يتابعها الملايير، نقول ملايين، يجب أن لا تؤثر على الشركة المحتضنة أو التي تنشر على قميص اللاعبين شعارها أو رمزها أو شيء من هذا القبيل. هذا في غاية الأهمية. الآن أقول بأنه التوقعات تشير إلى أن المغرب بسبب الأداء الممتاز، الأداء التاريخي في الواقع للمنتخب المغربي لكرة القدم، قد يعرف إقبالا سياحيا غير مسبوق. سيبدأ من ابتداء من فبراير، حيث ستنطلق مونديال الأندية الأبطال. في أي قطاع؟ في قطاع السياحة، ونحن نعرف إذا انتعش قطاع السياحة في المغرب ستنتعش عدة قطاعات أخرى إلى جانب ذلك. ما هي التوقعات؟ قرأت تقريرا لشركة بريطانية مختصة في السياحة، تتوقع بأن يمكن أن تصل المداخيل السياحة في العام المقبل أي 2023 إلى أرقام فلكية، هكذا تقول، أرقام فلكية. إضافة إلى ذلك هناك توقعات فعلا بأن يصل المغرب خلال 2023 إلى 10 مليون سائح، وهذا حلم قديم كان. وفي ظني أن ذلك سيبدأ مع مونديال الأندية، خاصة نحن نعرف بأنه أحد الفرق التي لها شعبية جارفة ليس فقط في بلدها ولكن في العالم، وهو ريال مدريد. أقول فريق ريال مدريد سيكون أحد الفرق التي ستتبارى في هذا المونديال. فبالتالي حتى التكهنات التي تحدثت عن مدينتي مراكش وأكادير ليست رسمية بعد، وبالتالي إلى الآن لم يصدر تأكيد على أنه المونديال سينظم، مونديال الأندية في هاتين المدينتين. في ظني بأنه فعلا ستكون هناك حصيلة كبيرة ومهمة جدا من مداخيل السياحة، وهذا هو الاستثمار الذي يعود فيه الفضل إلى المنتخب المغربي لكرة القدم، والنتائج الباهرة والأداء التاريخي فعلا الذي حدث في مونديال قطر. هكذا أعتقد، وأشكر لكم حسن المتابعة.